أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. نواصل على بركة الله تعالى لحفظنا لسورة الشعراء. في هذه الحصة نتعلم بمشيئة الله عز وجل من الآية 22 سورة الشعراء إلى الآية رقم 49 من نفس السورة. فعلى بركة الله تعالى مع القراءة الجماعية التعليمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فرعون وما رب العالمين. قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن المسجونين. قال لئن
اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. قال للملأ حوله إن
بسحره فماذا تأمرون؟ يريد أن يخرجكم من أرضكم 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 بسحره فماذا تأمرون؟ يريد أن قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين. 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 يأتوك بكل سحار عليم. يأتوك بكل سحار عليم. يأتوك بكل سحار عليم. يأتوك بكل سحار عليم. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم. 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 وقيل للناس هل أنتم مجتمعون؟ 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 لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. 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 فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئنا
لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون آيِن لنا الخطأ آيِن يعمل الغنة ويزيد مد من بعد آيِن خطأ نسمعها بالباقي. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون آيِن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون آيِن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون آيِن لنا لأجرا إن قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. قال نعم مش قال نعم قال نعم واحد يقول لك كان نعمل لك الحاجة شو فهم تقول نعم ايه غير مركزي ها قال نعم فيها نبر على كلمة النون يعني على حرف النون حتى تبين المعنى الحقيقي للآية. قال نعم مش قال نعم علش مزروم العربي الفصيح في زمن النبوة تقول قال نعم يفهمك ما تقول له قال نعم يفهم يقول له ايه غير بركة نصرني ويجمع الظلمة ايه تاخر تحب انت يزير تاخر هكا ولا قال نعم هكذا قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. هكذا يطلق القرآن مش قال نعم لا تفهم ولا خبر لا استفهام لا أمر لا نهي لا القرآن فيه الخبر وفيه الأمر وفيه الاستفهام يلزمك تبينه من خلال التلاوة متاعك. قال نعم الخطأ قال نعم قال نعم انت متغش عليه لا قال نعم نعم هيك برك هكا ولا واضح. قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. يلا قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. 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 قال لهم موسى
موسى ألقوا ما أنتم ملقون. قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. قال لهم ثم هي قال لهم زوز كلمات، ما تقوليش قال لهم تصبح كلمة واحدة. قال لهم هكذا تفصل الأولى على الثانية مش ما تصيرش كلمة واحدة. قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. يلا قول. قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. عاود. قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما فألقي السحرة ساجدين. فألقي السحرة ساجدين. قالوا آمنا برب العالمين. رب موسى وهارون. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لك
كبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون. قال أنتم أكبر أن إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون. قال آمنتم آمنتم التحقيق في الهمزة الأولى ونسهلوا الهمزة الثانية، وبعد ما نسهلوا الهمزة الثانية نجيبوا مد مد أو كألف بعدك النقطة السوداء، هذيك همزة مسهلة، بعد هذيك نجيبوا زاد مد هكذا تقرأ. قال آمنتم آمنتم، الهمزة الأولى محققة، الثانية آمنتم. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، السحر ترقيق في الراء مش سحر، السحر فلسوف تعلمون. نعود وين؟ لا أنتم تمدوا في الهمزة الأولى تقولوا فيهاش مد لولا آمنتم، المد في الثانية المسهلة. قال آمنتم، أنتم تقولوا هكذا قال هذا صارت ممدودة مش ممدودة لولا. قال آمنتم آمنتم آمنتم، المد في الهمزة الثانية المسهلة. نعاود وين؟ السحر 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 سوف تعلمون. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. قال فرعون وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله ألا تستمعون؟ قال ربكم ورب آبائكم الأولين. قال رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين.
ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذا قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين بارك الله فيكم جزاكم الله كل خير ننتقل إلى القراءة الفردية التعليمية يا مرحبا نعم تفضل يا معين قال فرعون وما رب العالمين ايوه قال رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين ايوه قال لمن حوله الا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين نعم قال أولو جئتك بشيء مبين نعم قال فأت به إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين نعم قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم
يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. نعم. يأتوك بكل سحار عليم. نعم. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم. نعم. وقيل للناس هل أنتم مجتمعون؟ نعم. لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. نعم. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. نعم. قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. نعم. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. جزاكم الله كل خير. الله يبارك لك. بارك الله فيك. أي سيدي اللي بعده من هنا مشي. أي تفضل. بارك الله فيك. أحسنت سيدي. تفضل أهي. هاك حط لكم أنا المصحف. أيوة. قدم شوية كرسيك. هكاك. أو كثما مصحف. خلي. نعم. تفضل. من أول ثمر. نعم. قال فرعون وما رب العالمين. بيصير أقرأ من اللي تحب. هاي. فكر أنا فيها. قال فرعون وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله ألا تستمعون؟ قال ربكم ورب آبائكم الأولين. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. كيف؟ بارك الله فيك. الله يفتح عليك. جيد. نظرا للوقت وضيق الوقت تفضل يا بعدي. تفضل. نعم. كمل. قال لئن اتخذت إلها. نعم. ديما تبقى مش كل واحد الآية كل من بعد يبدا ديريكت. قال شنو في الوقت؟ قال لئن اتخذت كما قريناها احنا. قال لئن اتخذت لئن اتخذت قال لئن اتخذت إلها. لا ازاي ما تنطقهاش ازاي باش ندخلوها في التاء ندغموها. قال لئن اتخذت اتخذت من خالد تاء ازاي فيه مشيت. قال دخلناها أدغمناها في التاء. لئن اتخذت إلها
قال لئن اتخذت إلها غيري قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. مش المسجونين، مس المسجو سين سين مش زاد المسجونين. لأجعلنك عاود. قال لئن اتخذت إلها غيري مش إلهين إلها 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 غيري لأجعلنك من المسجونين. كيفاش؟ لأجعلنك من المسجونين 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 المسجونين. صحيح. قال أولو جئتك بشيء مبين. قال تأتي بي لا كما هي مكتوبة. قال تأتي بي لا دوتي نفترض وقال مش نقرأنا من سورة الشعراء، مش نفتح المصحف وبش نقرأ وردي اليوم، مش نقرأ ما تيسر من القرآن نقرأها. قال فأتي به كما هي مكتوبة، مش نقرأ وحدي يعني هكا والغاية. وإحنا دو الحصة بتاع الهذية ثم شكون ما شاء الله عنده ذاكرة طيبة وباهية قاعد يحفظ وماشي معنا، ولا الأكثر قاعدين نصلحونهم في التلاوة، معناتها كيف يفتح المصحف يقرأ بالصحيح واضح. أما كتقول لي قال فأتي به وليت مشكلة. قال فأتي به ما تمدش الداء. قال فأتي به لا ما تمدش فأتي به قال فأتي به ما تمدش فأتي به قال فأتي به فأتي به نركب شبك في المد تقول فأتي تي هذا مد فأتي به. قال فأتي به كنت من الصادقين. لو كانت تقعد تقرا كيف تزيد المدود، شفت انت تو كي سيبتك انا فاتي قلت لي ان كنت عملت لي مد في التال فماش مد. قال فاتي به ان كنت من الصادقين. عاود. قال فاتي به ما تمدش فاتي به ان كنت من الصادقين. هذه جيده. فالقى عصاك لا هنا المد فألقى هذه اللي فيها مد. فألقى عصاه فإذا هي لا هي من جبت لنا المد هي فإذا هي نعم فإذا هي ثعبان مبين صحيح. ونزع يده فإذا هي بيضاء مش هي فإذا هي بيضاء مش بيضاء فإذا هي بيض بيض فإذا هي بيضاء بيضاء رقق في الباء والياء الاثنين كان الضاد مفخمة بيضاء للناظرين. عاود. ونزع يده فإذا هي بيضاء مش بيض بيضاء فإذا هي بيض بيضاء ما هكا للناظرين ضي ضي وين الضاء وشالة فإذا هي أفصح فإذا هي بيضاء مد بيضاء للناظرين. كيف بارك الله فيك جيدة فضلي بعد وين كمله. قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرج مش أن هكا النون في الياء يريد يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون. ما قلش فماذا تأمرون كما قلت فما عملت مين فهمت زاد الذال نعم فهمت فماذا تأمرون هكا قالوا أرجي لا كيف أقول قالوا أرجي وين المد قالوا كما مديت القاف مد اللام قالوا أرجيه
لا لا أرجه وأخاه هكذا تقرأ. قالوا أرجه, قالوا أرجه وأخاه. قالوا أرجه وأخاه. أرجه وأخاه. أرجه وأخاه وبعث في المدائن حاشرين. في المدائن فهمت. في المدائن حاشرين. صحيح. يأتوك بكل كل سحار عليم. الصحار سحار. يأتوك بكل سحار عليم. سحار عليم. سحار عليم. أي. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم. أي. وقيل للناس هل أنتم مجتمعون. مجتمعون. هل أنتم مجتمعون. كيف بارك الله فيك شكرا لبعض. شكون بعد الترتيب تفضل. تفضل. لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. لعلنا نتبع السحرة إن كانوا. عاود عاود. لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. مدش برشة الغيب. الغالبين. لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم كانوا كانوا هم الغالبين. صح. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون. قالوا ما تزرقش. قالوا لفرعون. نعم. السحرة قالوا لفرعون أين لنا أين لنا لأجرا لأجر قلقل الجيم قلقلة لأجر. قالوا لفرعون أين لنا أين لنا لأجرا لأجر لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم وإنكم إذن لمن لمن المقربين. قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فألقوا فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. بارك الله فيك كيف جزاك الله كل خير لبعض. وين تفضل شي تقرا. هيا يلا هنمر لجماعتنا ان شاء الله. خليني خلي قبلك شكون وبعد هيا نركز شويه جماعه شكون الدواء. اي نعم بارك الله فيك شكرا. تفضل واصل ديما تبع معنا نوقف نحن وين نوقف. قال ها فألقى موسى عصاه كمل. فألقى موسى عصاه فألقى موسى عصاه مش موسى موسى فتحة. فألقى موسى موسى هذه يسموه تقليل وإلا إمالة أما ما هوش موضع من مواضع الإمالة. موسى فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف فإذا هي تلقف فإذا هي تلقف فإذا هي تلقف ما يأفكون. صحيح. فألقي السحرة ساجدين. طيب. قالوا آمنا برب العالمين جل جلاله رب موسى وهارون. اي نعم. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. صحيح. فلسوف تعلمون. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف وأرجلكم من ميم وبعدها ميم ندغم الأولى في الثانية تولي ميم واحدة مدغمة. نعم. وأرجلكم من خلاف ولو من خلاف و من خلاف و من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. يعطيك الصحة قام تتحسن بالله ما شاء الله عليك جيد.
ما شاء الله عليك. تفضل لي بعده. مرحبا. قال فرعون من أول الثمنة. قال فرعون وما رب العالمين؟ نعم. قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. موقنين. قال لمن حوله ألا تستمعون؟ أي. قال ربكم ورب آبائكم الأولين. أي. قال إن ما قلش إنا رسولكم، أنا عملت غنة وزدت ألف بعد النون، خطأ. قال إن رسولكم، قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. إليكم أظهر الميم عند اللام. إليكم لمجنون. ما تعملش غنة. إليكم لمجنون. صحيح. قال رب المشرق والمغرب. مش المشارق، الشين ما فيهاش قلقلة. قال رب المشرق والمغرب. وما بينهما إن كنتم تعقلون. كيف؟ بارك الله فيك ونفع الله بك وجزاك الله كل خير. تفضل سيدي ربع. ايوه مرحبا. اهلا وسهلا. أي سلمين واصل. قال لئن اتخذت. شو سلمين؟ قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. قال لا ما قلش قال. كيف أقول قال؟ وليت مثنى اثنين اللي قالوا، بينما القائل واحد بركة. قال لئن قال صاروا اثنين وهو واحد. قال لئن اتخذت إلها غيري. ما تمدهاش. قال لئن اتخذت إلها غيري. إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. ما عادش أقول المسجونين. المس بالسين مش بالزاي. صحيح. عودها. لأجعلنك من المسجونين. لا بقي المس. المسجونين. جيك سين فصيحة. أيوة. المسجونين. الخطأ حينما نقول المسجونين. صحيح. قال أولو جئتك بشيء مبين. قال أولو جئتك بشيء مبين. أي. قال فأت به إن كنت من الصادقين. من الصادقين. صحيح. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. خفف الياء. فإذا هي ثعبان. ما قلش هي صارت الياء مشددة. فألقى عصاه فإذا هي مش هي ولا مشدد. فإذا هي خفيفة هكذا. فإذا هي ثعبان مبين. أي. ونزع يده فإذا هي بيضاء. مش بيضة. بيضاء للناظرين. ما يش للناظرين. صحيح. قال للملأ حوله إن هذا لا ساحر. إن هذا لساحر عليم. صحيح. يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون؟ كيف بارك الله فيك. ممتاز. قاعدين نتحسنوا بالباهي.
الله ينفع به. بارك الله فيك، مرحبا. أي جيد. يا معين يا الله. قالوا أرجه. قالوا أرجه لا، كيف أقول أرجه؟ زدت يا بعد الهاء، مثلا ما يشي يا بعد الهاء. قالوا أرجه واختلسها هكذا. قالوا أرجه وأخاه، أرجه وأخاه. قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين. جميل. يأتوك بكل سحار عليم. أي. فجمع السحرة لميرا. لا نقول السحرة فيش مدتا. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم. وقيل للناس هل أنتم مجتمعون. موجة ألقى للجيم الساكنة. موجة ثانية. هل أنتم مجتمعون؟ أي. لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. كيف سيد نظرا لضيق الوقت. بارك الله فيك. هاي سيد تفضل تفضل. فين نوصل؟ ها ونوصل نوصل. قال فلما جاء السحرة قالوا لفرعون. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أين. لا جيب الهمزة الأولى. شوف آئن لنا. آئن لنا الهمزة الأولى. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون آئن لنا. لا فيش مد النون. آئن لنا. آئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. أي. قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. قال لهم موسى. قال لهم موسى. الميم بعدها ميم. إدغام متماثل. قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. أي. فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون. وقالوا بعزة فرعون. فرعون. وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. صح. فألقي السحرة ساجدين. قالوا آمنا برب العالمين. أي. ورب موسى وهارون. قال آمن. أصعب حاجة هي عند قالون الهمزتين. اللهم يعني همزتين مفتوحتين من كلمة. أصعب شيء في الرواية. لكن تعلموا شو. قال آمنتم. آمنتم. قال لا تجيب الهمزة لو نقول صحيح. قال لا تجيب الثاني ما سمعنا. يجب قال آمنتم. آمنتم. قال مش آمنتم. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم. جميل. إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. السحر. علمكم السحر. علمكم. علمكم. إنه لكبيركم. إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. 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 زوج حروف ساكنين بين لون وثين. ثم يقول لك السحر. والرام ثم إيش؟ شو التجويد؟ هو بيان الحروف العربية. تجويد. لو كيف تنقص غنة ولا تنقص مثلا ما تجيبش القلق. لا لحن خفيف. لكن المد وعدم بيان الحروف هي المشكلة. سحر سمعت الراء. كيف أقول السحر؟ سمعت الراء نقصت حرف. أما كيف أقول هك السحر سمعت الراء في الأخر. مثلا إنه لقول فصل. واضح. شفت الصاد خذيت وقتها واللام خذيت وقتها. فصل أو مش نعمل خطأ. إنه لقول فصل. اللام سمعتوها ثماش. فصل والعصر بالهزل. ها شفتها كيف يلزم خاصة الساكنين في آخر الكلمة. الساكنين في آخر الكلمة. السحر
وقول السحر سحر وين الراء حرف كامل مشى السحر ترى قولها إنه لكبيركم الذي علمكم السحر السحر باقي ماشي هي إنه لكبيركم الذي علمكم السحر أيوة فلسوف تعلمون أي لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين كيف بارك الله فيك ونفع الله بك جزاكم الله كل خير يا مرحبا أي سيدي تفضل من أول الثمن قال فرعون وما رب العالمين أي. قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين أيوة. قال لمن حوله ألا تستمعون أي. قال ربكم ورب آبائكم الأولين أي. قال إنا رسول لا أنا عملت لنا خطأ قال إنا رسول قال إنا رسول ما تمدش النون فيها الغنة فقط إنا رسول قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون لمجنون صحيح قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون أي قال لئن اتخذت قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأت به إن كنت من الصادقين كيف ما شاء الله عليك حسن عملت كيف خطأ واحد أما ما شاء الله عليك آين لنا هذه فقط أما الباقي كله جيد بارك الله فيك فضلا حسن يا مرحبا لا ما شاء الله عليك جيد الغاية من الإنسان كي يفتح المصحف يقرأ بالصحيح هذاك أهم شيء مهمة يسر أي نعم فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين أي ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين صحيح قال للملأ حوله قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم أيوة. يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره الميم عند الباء إخفاء مع الغنة من أرضكم بسحره مش بسحره لا بسحره بسحره صحيح فماذا تأمر أيه. قالوا أرجه لا وين المد قالوا أرجه وأخاه قالوا كما نعمل المد في القاف نعمل زيادة مد في اللام قالوا أرجه وأخاه وابعث قلق للباء ساكنة وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين كيف بارك الله فيك حسن وين وصلنا تفضل حسن اهلا وسهلا مرحبا السلام عليكم السلام فلما جاء السحرة قال قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن كنا فهمت إن كنا إن كنا
الغائبين. نعم. قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. أي. قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. ما أنتم ملقون. ما أنتم ملقون. أي. فألقوا حبالهم. فألقوا. فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. فألقى موسى عصاه فإذا هي مش هي فإذا هي تلق فإذا هي فإذا هي فإذا تلقف ما يأفكون. نعم. فألقي السحرة ساجدين. أكيد. قالوا آمنا برب العالمين جل جلاله. ربي موسى. لا ايش ربي موسى. ربي موسى وهارون. وهارون رو رو وهارون مش وهارون هارون لا هارون رو رو الرام فخمة هكا صوتها هارون رو رو وهارون قال آمنت بين الهمزة الأولى قال آمنتم قال آمنتم 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 قال آمنتم له قبل قبل أن آذن لكم قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر علمكم السحر علمكم السحر السحر علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا من خلاف ولا أصل نجم تقرأ مش بشرط مش تكملها كاملة نعم لأقطعن عيدها لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف من خلاف من خلاف من خلاف أي ولأصلبنكم أجمعين أجمعين ولأصلبنكم أجمعين بارك الله فيك جيد أحسنت ونصل تفضل تجي تقرا أي لا ما شاء الله جيد أحسنت بعد أخونا طيب عليكم السلام قال فرعون فرعون ركز الراء قال فرعون لا مش فرعون فرعون قال فرعون وما رب العالمين أي قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين جميل قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال لئن اتخذت إلها خاء حتى تكون أجمل قال لئن اتخذت خاء خاء أرفع قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين جميل قال أولو جئتك بشيء مبين نعم قال فأت به إن كنت من الصادقين نعم فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين أحسن الله إليه ممتاز تلاوة جيدة ما شاء الله لي أحسن ما شاء الله من الصلاة تفضل تفضل
ما شاء الله عليك. ما أجمل القرآن، ما أجمل القرآن وما أعظمه. نعم. قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم. نعم. يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون؟ أيوة. قالوا أرجه وأخاه. لا ما نمدوش، أرجه وأخاه، أرجه وأخاه. قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. أي. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم. وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. أحسن الله إليك، بارك الله فيك. كيف السحرة؟ شكرا. تفضل تقرأي. معكم السلام. تفضلي. فلما جاء السحرة يا معين يا الله، فلما جاء السحرة قالوا لفرعون نعم قولا. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. أي. قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف. مش تلقف، تلقف. تلقف ما يأفكون. فألقي السحرة ساجدين. جميل. قالوا آمنا برب العالمين. رب موسى وهارون. قال آمن بين الهمزة الأولى. قال آمنتم. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. بارك الله فيك. كيف يعطيكم الصحة، جزاكم الله كل خير. ناخذ شوية من الفاتحة، شوية مازال عندنا شوية وقت، نصلحوا شوية في كل حصة الفاتحة. مهمة ياسر خاصة فهمتني. ثم ناس ما يعرفوش يقراوا سورة الفاتحة ويستغرب، يقول لك كيفاش هاكا باش تسمع. أولا ساعة احنا كي باش نكبروا تكبيرة الإحرام ردوا بالنا ما بعد تكبيرة الإحرام. قال أنا باش ندخل، خاصة احنا ديما مزروبين، الداو مزروبين في العبادة، فتسمع الكثير من الإخوة داخلين يجرين، فيدخل خاصة يعرف أنه الإمام باش يركع
فيحب يخلط على الإمام فيأتي بتكبيرة الإحرام هذيك وهو ليس في حالة أمأنين وقيام واعتدال، فيقول مثلا الله أكبر وملكته يركع، هذه تكبيرة الإحرام ليست صحيحة. ملك كيفاش تكبيرة الإحرام؟ يلزم يجيب تكبيرة الإحرام وأنا معتدل في القامة مستوي هكذا، الله خلفتني ركعة، برفتني ركعة، قامت القيامة، ما قامتش القيامة، لأن تكبيرة الإحرام هي ركن من أركان الصلاة، وهكذا التكبير للركوع هو سنة خفيفة، فالأولى إنك تأتي بتكبيرة الإحرام قائما معتدلا، الله أكبر بعد تركع بكل طمأنينة. أما هو يقول اللهم أنا ديما مزروبين، أو تسمع توكيد الإمام تسمع كان العباد تجري يدخلوا يجري ويخرجوا يجري ديما مزروب، حتى لا ثم لا أذكار لا ما بعد الصلاة، قال الإمام السلام عليكم يقطع، رد بالك يا أخي، يقعد على قليل استغفر ثلاث مرات، أقرأ آيات الكرسي، المعوذتين والإخلاص، استغفر سبحان الله، ما عادش مهم اللي قالوا لهم بدعة ولا وهابين، حتى الأذكار ما عادش موجودة. فبالتالي تكبيرة الإحرام لابد أن تكون قائما معتدلا، الله أكبر وبعد تركع. أنا مش أقول الله أكبر مش نبدأ نقرأ سورة الفاتحة، قلت الله أكبر ما بعدها ننتبه. كثير من الناس يقول الحمد لله، الحمد أئمة أنا علاش أقول أئمة؟ خاطر ندور ونصلي ساعات في بعض المساجد ونسمع ما شاء الله تقاه خطيب بارع ما شاء الله على خطبته ما شاء الله، لكن كي يجي يقرا خاصة الفاتحة تولي كارثة، وثم أئمة ما يحبوش يتعلموا فبيقعد كما هو، لا لازم تتعلم خاصة الفاتحة، لأن مسؤوليتك أمام ربي بل كل شيء، ثم انك تحمل وراك كم من واحد تحمل عليهم الكل، فالامام لابد ان يتعلم سوره الفاتحه. ملك كيفاش قال ودي تقولنا سوره، فاحنا تعلمناها في الابتداء، تعلمتها في الابتداء غلطه، الابتداء خليه نسيته الابتداء، ما لا احنا مش نقولوا الله اكبر الحمد، مش نركز على الكلمه هذه فقط، يلزمها تكون الحروف بتاعها واضحه، فما تقوليش الحمد كيف تقول الحمد ثم حرف كامل نحيد اللي هو الهمزة، الحمد الهمزة بينها، ما قولوش الحمد لأنك نقصت حرف، اللام زادة اللام اللي بعد الهمزة ما تقلقلهاش، ما تقوليش الحمد، بعض الناس يقول بينقل بجمد صوته فيقول الحمد لله فقط، الأرض بين قرية الفاتحة تعرف شو حكمها في الصلاة، الفاتحة هي ركن، وإذا كان قريتها غالطة صلاتك غير صحيحة باطل، لذلك عشان تركزوا الحمد هكذا، الحمد يلزم الحروف بتاعها كلها واضحة، فما تقوليش ألا حمد وما تقوليش ألا حمد، بعض الناس يقول ألا حمد يقلقلها الكل، حروف القلقلة هي قطب جلد ما عداها ليست من القلقلة، الحمد، بعض الناس الكلمة التي بعدها يقولوا الحمد لله، الحمد هات نجيبوها ببطء، الحمد لله زاد حرف كامل، منين جبتوا لنا الحرف هذا؟ ولذلك الإمام ابن الجزري عنده كتاب يقول فيه في التجويد، يقول من زاد أو نقص حرفا في الفاتحة، من زاد أو نقص حرفا في الفاتحة بطل صلاته، واضحة العبارة، فردوا بالنا مالك كيفاش نعمل أو كيفاش نمشي، كل مرة كلمة الحمد قولوها الحمد ثم بعضهم يقول الحمد دو، هذه الحرف هذا ماهوش موجود في العربية، دو مالاش عنا في العربية، عنا الحمد دا دو دي دو مش موجودة، فماشي احنا 29 عنا 29 حرف ما عندناش حرف اسمه دو، عنا دو الحمد كل حرف ياخذ وقته، الحمد ايوه هذه جيدة، الحمد نجيبوا الأخطاء، ألا حمد هذه كلها أخطاء مسكة،
الحمد الحمد الفتحة دي قديش فاهم الحرف؟ قديش فاهم الحرف؟ 114 ما شاء الله عليك بتشددها كأس العالم على أبواب ما زلت شادد ما شاء الله. أي نعم 100 قديش من حرف؟ 114 حرف قديش؟ باش يذكركم العدد هذا وش هي من أسمائها أم القرآن؟ الأم عندها أبناء الأبناء الصور هذيك عليه يسموها أم القرآن هي أم القرآن ففيها 114 حرف ال 114 حرف هذوما يلزم تتقنهم جيمهم صحيح علاش؟ لخاطر حكم الفاتحة بالصلاة حكمها هي فرض ركن فردوا بالنا منها الحمد قلت الحرف فيها إذا تتقن الحرف فيها وأنت في الصلاة بمئة حسنة الحرف من الفاتحة يكون متقن سوي الحرف فيها بمئة حسنة في الصلاة نحكي مش في مقام تعليم ولا في القراءة العادية في الصلاة الحرف في الفاتحة بمئة حسنة شفت الحسنات هذه منين ناخذوها؟ ناخذوها كي ندخلوا كل رياحية طمأنينة هك الجري الزايد واحنا ديما نجري على الباب لا ما تجريش راك قد تفسد صلاتك لأنك باش تجيب لنا تكبيرة الإحرام هذه وأنت راكع ما نحكيوش عليك المجروب الإمام باش يركع وهو يعمل لك يحضر في روحه باش يركع يرد يرد بالك علاش مجروب؟ وثم الإمام يسجد السجدة الأولى ويرجع مازال ما رجعش وهو يعمل لك هكذا الآخر اللي وراه علاش مجروب؟ في عقلك وين وين الطمأنينة اللي في الصلاة؟ ثم طمأنينة تطمئن الأعظام تاعك قال رجع من السجود مرتاح ريح الأعظام تاعك مش متهيئ ثم اعتدال ثم إرياحية وبالتالي ردوا بالنا بارك الله فيك أو خلينا الحمد في كل حصة باش ناخذوها بشوي بشوي وخاصة إذا كان إماما للمسلمين لمن ركزوا على أنصحكم بكتاب اسمه أخطاء الأئمة في قراءة سورة الفاتحة لشيخنا الجليل الدكتور عبد الرحمن الحفيان رحمه الله تعالى بدل ما تاخذ جريدة وتقرأ فيها لعندك لحسنات ولا أجر ولا في الفيسبوك طرحها بتخذ الكتاب هذا واقرأ فيه من الفوائد ما فيه اسمع العنوان بتاعه أخطاء الأئمة مش أخطاء العامة رد بالك سماه الكتاب أخطاء الأئمة اللي يصليهم بالناس معناتها أخطاء الأئمة في قراءة سورة الفاتحة أنصحكم باقتنائه والإنسان يقرأ لأن الشيخ تعرض للفاتحة فيها حرفا حرفا رحمه الله تعالى جزاكم الله كل خير سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.